كتار منا ما انتبهوا يمكن للضجة اللي طلعت الأسبوع الماضي ببعض الدول الأوروبية، وكان سببها اكتشاف عمليات بيع للحم الحمير بالمطاعم والملاحم. ضجة أوروبا وقامت القيامة مش دفاعا عن الحيوان وحقوقه استنادا لشعارات بريجيت باردو، إنما دفاعا عن الصحة العامة ومواجهة للغش والزعرنة. جاري أبو رامز ضحك كتير لما كان عم يقرأ الخبر بالجريدة هيداك اليوم، اتكى على جنبه وقال إذا كانوا خافوا على صحة أولادهم شي، وإذا كانوا خايفين يخلصوا الحمير بأوروبا شي تاني. كان بعده عم يضحك لما تركته عم بيقول يجوا لعنا يجوا، هيانا عم ناكل بعضنا، صحتنا منيحة وكرمالنا عم نزيد. خبيت انا وجهي وما انتبهت انا وعم بقطع الشارع للشوفير اللي صرخ علي وقال انتبه يا حمار. هذا رأيي، فكر فيها.